أجل إني من القدس وفيها قد نما غرسي، ومن كنعان بي نبض، ومن عدنان ومن قيس، بها أختال في الدنيا وأمشي رافع الرأس، أنا منها وإن غرقت ببحر الهم والبؤس. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، نطل عليكم اليوم بحلقة جديدة لننقل لكم مجمل ما شهدته القدس خلال الأسبوع الماضي من الأحداث السياسية والثقافية، فكونوا معنا في برنامجكم العاصمة في أسبوع. لعل أبرز الأحداث التي شهدتها العاصمة هذا الأسبوع هو خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته 73، والذي كانت القدس محوره الرئيسي، وأكد فيه أن القدس ليست للبيع، وأن القيادة لن تقبل سوى بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وأن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة، كما وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء قراراته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي. وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بعد اليوم قراراً واحداً برعاية أمريكية منفردة لعملية السلام، لأن الإدارة الأمريكية نقضت كافة الاتفاقات ولم تلتزم بدورها. هناك اتفاقات مع الإدارة الأمريكية نقضتها جميعاً. إذا لم تتراجع عن هذا النقض، نحن لن نبقى ملتزمين بالجوانب التي علينا والتي أشاورت بالورقة، ورقة اتفاقات. إذا لم يلتزموا نحن لن نلتزم إطلاقا. كذلك هناك اتفاقيات بيننا وبين إسرائيل، من اتفاق أوسلو إلى اتفاق باريس، وكلها نقضت من قبل إسرائيل، وندعو إسرائيل إلى التراجع عن نقضها لهذه الاتفاقات، وإلا فلن نلتزم بهذه الاتفاقات إطلاقا. القدس ليست للبيع، وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة. نحن لسنا شعبا زائدا على وجه الكرة الأرضية، كل شعب صغير ولا كبير بياخذ حقه. لماذا نحن ضاقت بنا السبل وأصبحنا كشعب زائد إضافة؟ يجب أن يتم التخلص منه، هذا لا نقبل به. مسلسل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ما زال مستمراً، فمنذ بدء أعيادهم اليهودية دنس آلاف المتطرفين باحاته وسط حراسة شرطية مشددة، أدوا صلواتهم التلمودية وقاموا بالاعتداء على المصلين والمرابطين. هذه الاقتحامات تمهد لمرحلة خطيرة وفرض واقع جديد يقضي بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً. أكثر من 1000 متطرف اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بطريقة استفزازية وخطيرة، وشاهدنا جل هذه الاقتحامات. أن كانت مجموعة من هذه المتطرفين قاموا بإنشاد النشيد الوطني الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى، تحديدا عند باب الرحمة، وشاهدنا حجم المتطرفين الذين ألقوا نفسهم على الأرض وقاموا بالصراخ وأداء صلوات تلمودية بصوت عالي مرتفع ليستفزوا كل من تواجدين. وشاهدنا الهجمة الأخطر من ذلك، هي تواجد رجال المخابرات في طيلة أيام هذا العيد اليهودي، كانوا يتواجدون ويقومون بتصوير كل من يتواجد داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وحجم الاستدعاءات والإبعادات عن المسجد الأقصى كان أيضا كبير جدا. هناك يعني ركيزة وحيدة التي تضمن دحر هذه الأخطار عن مدينة القدس، وهو وجود المقدسيين المتنامي المتصاعد، ودرجة الانتماء العالي في البقاء والصمود على هذه المدينة، لأن المدينة وأهلها وجدوا أن بقاءهم فيها هو الضمان الوحيد لعدم امتداد هذه السيطرة وهذه السيادة الإسرائيلية، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية الدولية وبعد المشاركة المباشرة الأمريكية في جميع الخطوات الاحتلالية التي يقوم بها هذا الاحتلال.
يريدون أن يهودوا المدينة. هم اشتغلوا على هذا الموضوع منذ عشرات السنين منذ أن بدأ الاحتلال، سواء هجمتهم على العقارات، على تغيير الأسماء، على خلع بلاطات أثرية وتاريخية، أو الاعتداء على الأماكن المقدسة، مصادرة الهويات، إبعاد الناس، التهجير، كل هذه إجراءات تقصد إبعاد وإقصاء المواطن المقدسي عن المدينة وإضفاء طابع غير شرعي غير قانوني على هذه المدينة، وهو الطابع الإسرائيلي أو اليهودي أو الصهيوني. يعيش المقدسيون أياما عصيبة فترة الأعياد اليهودية نتيجة فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة تشمل تقييد على الحركة والتنقل، ومع ذلك يصر المقدسيون على التواجد في المدينة لإيصال رسالة للمحتل مفادها أن القدس عربية ولن تكون يوما يهودية. أنا كسيدة مقدسية بشتغل، ما بقعد في بيتي، بالعكس بعمل المستحيل حتى لو بلف من أي طريق لأوصل للقدس. أساس إنه المرة اللي فاتت بهذه الفترة القدس وكأنها مدينة أشباح، الناس تخوفت تنزل، مع إنه الوضع ما بخوف. أنا من هون بدعي الناس جميعها إنها تتواجد وتنزل على القدس برغم كل من هذه المعيقات، لأنه إحنا ما بدنا نفضل القدس لإلهم، وهذا الإشي بيعطيهم في زيادة للسياسة اللي عم بيشتغلوا عليها. نشوف إنه بما يسمى بالأعياد الدينية اليهودية، وهي طبيعة الحال الاحتلال بيستخدمها كذريعة لفرض سيطرته ومحاولة تهويد المدينة بشكل أكبر، وبهذا كمان بيرافقه عدد كبير من الفعاليات والمهرجانات والاحتفالات ودعوات من المتشددين المستوطنين. بنشوفنا بالعكس وجودنا في المدينة هو الرد الحقيقي على عدم إفراغ المدينة وعدم إتاحة الفرصة للتفرد بهذه المدينة. بالتالي إحنا بنشوف يعني مزبوط الناس بتلاقي صعوبة بأنها توصل، وهذا السبب اللي بيؤدي لإفراغ المدينة. بس أنا ضد أنه أقول إن الناس بتخاف تنزل، الناس ما بتخاف تنزل، على العكس الناس عم بتلاقي وسائل أنها تنزل على الشوارع. لا شك بأن المضايقات الإسرائيلية المستمرة والمتكررة في المناسبات دينية أو غير دينية على القدس تدفعنا إلى مزيد من الثبات والصمود والنزول إلى القدس وإثبات الوجود في هذه المدينة، وبالتالي لا يمكن لأي إجراء أو تضييق أو فرض حصار أو خناق أو وضع حواجز، بالعكس يزيدهم ثباتا وإصرارا وعزيمة على النزول وعلى التجول في أزقتها وفي حواريها وفي شوارعها. والله في الأيام الأعياد دائما يعني بنحاول ما ننزل، أول شيء الطرق مسكرة من جميع المناطق صباحا ومساء، يعني حتى في فترة الصباح في عنا صعوبة نبعث الأولاد للمدارس، في عنا صعوبة إحنا نصل كمان لأماكن عملنا، نضطر وإحنا طالعين في فترة الأعياد نغير 3 مرات الطريق وإحنا طالعين نصل للشغل أو نصل للمدارس، بعدين وإحنا مروحين كذلك الأمر. بس هذا التسكير بكون على المناطق اللي هون اللي بتحيط في منطقة القدس، مناطق إسرائيل ما بتكون الداخلية القدس الغربية ما بتكون مسكرة، دائما بيحاولوا قديش يقدروا انهم يخنقونا ما نصل منطقة القدس، مش بس احنا يعني الكبار مثلا شوية في السن، وكمان بتلاحظ انه اولادنا كمان صاروا يتجنبوا يصلوا منطقة القدس، حتى اللي بيحب ينزل على الأقصى يصلي ما في مجال يخلوه ينزل يصلي، لأنه هذه الفترة هم بيحتكروها إلهم. ما زالت الفعاليات المساندة لقرية الخان الأحمر مستمرة وتزداد يوماً بعد يوم، خاصة بعد تسليم ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية اختارات لأهالي الخان بهدم منازلهم بأيديهم لغاية الأول من تشرين الأول، وإلا ستنفذ قرارها بالهدم. رد المساندون والمعتصمون والأهالي على هذا القرار برفع العلم الفلسطيني في قلب الخان الأحمر المهدد بالتدمير. اليوم شعبنا الفلسطيني، هذا الشعب العظيم، يؤكد مرة تلو الأخرى بأنه على قدر المسؤولية العالية في حماية هذه الأرض وحماية مقدرات شعبنا الفلسطيني ومشروعنا الوطني الفلسطيني. كما ترون قبل قليل تم رفع العلم الفلسطيني في هذه السارية ليؤكد شعبنا الفلسطيني مرة أخرى وأهلنا هنا في قرية الخان الأحمر أن الأرض الفلسطينية مجبولة بدماء الأبرياء والشهداء الذين سطروا تاريخ مشرف من أجل أن نحيا بكرامة، ولذلك نرفع العلم الفلسطيني هنا اليوم
رافضين كل هذه الإجراءات والإمعان المستمر من قبل حكومة التطرف والاستيطان في انتهاكها للقانون الدولي ومواثيق القانون الدولي. نحن هنا نرفع العلم الفلسطيني لنقول للعالم أجمع الذي يجتمع الآن في الأمم المتحدة، نقول له التفوا حول قضايا شعبنا الفلسطيني. رمز السيادة على هذه الأرض هو علم فلسطين وراية فلسطين، وأردنا اليوم أن نقول لا جرافات الاحتلال ولا أوامر الهدم ولا قرارات الاحتلال تستطيع أن تلغي هوية هذه الأرض، بل شعب فلسطين هو الذي سيقرر هويتها، وراية فلسطين ستبقى هنا خفاقة. هذا رمز السيادة الفلسطينية على كل الأرض الفلسطينية وعلى الخان الأحمر بالتحديد الذي هو بوابة القدس، ونقول هذا العلم هو الذي يؤكد على أن الخان الأحمر ستبقى وكفار أدوميم ستزول، هذه المستعمرة الغير شرعية والغير قانونية والمخالفة للقانون الدولي ستزول، وستبقى الخان الأحمر هنا كما بقي الشعب الفلسطيني هنا على مدار التاريخ. سيرحل هذا المحتل 29 كما رحل 28 احتلال قبله، كما ذهبت بريطانيا العظمى وكما سقطت روما ورحلت من هنا، ستسقط دولة الاحتلال وترحل من هنا، ويبقى علم فلسطين خفاقا. فاصل قصير مشاهدينا الأعزاء، ونعود لإكمال باقي فقرات البرنامج. على المسرح أنا البطل، وفي موقع التصوير أنا البطل، وفي الحياة كمان أنا البطل. البطولة هي الاستمرارية بتقديم أنفسنا كأعمال فنية تحاكي القدس وناسها. المسرح والسينما مساحتنا الحرة. في القدس، في هاي المدينة المتينة، اتعودنا انتزاع حريتنا بوجودنا، بصوتنا وبإصرارنا لاسترجاع حقوقنا كاملة. بعزيمتنا وتمسكنا بثقافتنا تبقى القدس عمران بفنها وناسها بتضل بخير. في المسرح والسينما بكفي انه نصمت شوي، يسمع الجميع صدى نضالنا المستمر. القدس عاصمة فلسطين. القدس عاصمة فلسطين. القدس عاصمة فلسطين. ولأن الشباب أمل الأمة ومستقبلها ولهم دور كبير في بناء الأوطان ورفعتها، استثمرت مؤسسة شباب من أجل القدس للثقافة والفنون طاقات الشباب ضمن مشروعها تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الفلسطيني بالتعاون مع المدرسة التكنولوجية، واستطاعوا خلال سنة واحدة تدريب طلاب على مفهوم النوع الاجتماعي والشراكة المنزلية وتزويدهم بمهارات حول صناعة الأفلام والمسرح. استقطبنا طلاب، مجموعة طلاب اللي تم إعطائهم تدريب مطول عن مفهوم الجندر ومفهوم النوع الاجتماعي والمساواة وكل المفاهيم اللي بتتعلق بالشراكة المنزلية. إيمان المؤسسة باستهداف هاي الفئة الصغيرة، خلينا أقول لأنه هم رؤية المؤسسة شايفة أنه هدول الشباب اللي بكرة دم يكونوا مستقبل القدس، خلينا أقول مستقبل البلد، فإحنا بنزرع بذور الشراكة المنزلية والمفاهيم اللي إحنا جايين فيها من خلال هذا المشروع عشان نخلق حالة من التغيير، أو حالة من التغيير اللي هي بتعمل على أنه ارتقاء هذا الجيل بمفهوم الشراكة المنزلية، بمفهوم المساواة بين الذكور والإناث. مشروع بسلط الضوء على أهمية إشراك الرجال والشباب الذكور بقضايا المساواة بين الجنسين. في دراسة قامت فيها هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول الرجال والمساواة بين الجنسين، هاي الدراسة بيّنت أنه الشباب الذكور والرجال كبار السن بيحملوا نفس الأفكار حول قضايا النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين،
فكان لابد ان ندعم الشباب الذكور انه ينفذوا نشاطات بهذا المجال، وكمان ندعم مؤسسات زي شباب من اجل القدس للعمل مع الذكور. حبيت ادخل هذا الموضوع، اتعمق فيه، اعرف شو معناه هذا الموضوع. أسسني إنه أنا أعرف، أو كيف إنه أهلني إن أكون عارف إنه كيف الترابط الأسري بيكون، كيف العيلة بتكون، كيف إنه إحنا كمان نقدر إنه نغير الحال تبعنا أو الواقع تبعنا من سيء للأحسن. والإشي كتير حلو كان، دربنا عدة مسرحيات، دربنا كيف نعمل فيلم، صورنا فيلم وصورنا كل شيء. إحنا الرسالة اللي عنا صورناها وراح نوصلها هلا للجمهور بإذن الله عن طريق مسرحية وعن طريق فيلم صغير. أنا اليوم قررت أعمل إشي مختلف وتوليت مهمة الجري. بالأول فكرت رح تكون مهمة صعبة، بس لما وقفت هون اكتشفت إنه كل اللي كان بدي إياه قرار إيجابي، وعرفت أهمية الشراكة المنزلية. وإذا فكرت أعمل مثلي، ابدأ، مش راح تخسر إشي. بضعة أيام تفصلنا عن مهرجان ليالي القدس الذي سيقدم فيه على مدار 3 أيام عروضاً غنائية ومسرحية وفنية مختلفة. كاميرا تلفزيون فلسطين تواجدت في تدريبات إحدى العروض المسرحية الغنائية التي ستشارك في المهرجان على خشبة المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي. هذه المسرحية التي حملت عنوان حارس الحكايات خصصت لفئة الأطفال. جزء كبير من المسرحيات بنعمل بحسب معايير المدرسة، يعني المدرسة بتطلب انه السنة عندنا مش عارفة موضوعنا هو الصداقة او موضوعنا هو الاحتراس في الطرق، فالمسرح بنتج بحسب شو المدرسة بتطلب، وهذا بقلل جودة الاعمال لان احنا بنصير عم ننتج منتوج اللي فاهمين بيعه لوين بده يروح. فكان عندي هيك مثل نوع من تحدي انه انتج مسرحيه اطفال اللي هي مستقله، اللي هي شيء اللي انا بدي احكي مع الاطفال ومش شو المدرسه بدها تعلمهم. غير انه هذه المسرحيه هي مسرحيه غنائيه، وهذا نوع مسرح اللي ما نعملش كثير بالبلاد عندنا للاطفال بالذات، يعني الاطفال بيحضروا كثير افلام اللي هي افلام غنائيه، قصص اللي هي كرتون وغنائيه وبنبسطوا فيها، بس مسرحيا في عندنا نقص بهذا الشيء. نحن هسه بالايام الاخيره للمراجعات لهذه المسرحيه، الافتتاح تبعنا راح يكون ب 14 ضمن مهرجان ليالي القدس. بالنسبة لي مسرح الطفل هو قديش إشي كتير مهم وقديش خطير. خطير لأنه بدك عن جد تبقى تعرف بالضبط إيش اللي بدك تقدميه للطفل، مش إشي اللي يكون أي كلام، وبنفس الوقت يكون عن جد ممتع لإلهم إن هم بنبسطوا وبحبوا هذا الإشي. بس قديش بده يكون في حنكة في تقديم العرض للأطفال. فهذا يمكن الفرق بين المسرح الكبار ومسرح الصغار، قديش بيكون في عندك، لأن بالنسبة لإلي الطفل لما بيجي بيشوف أي إشي مسرح تهريج أو أي إشي للأطفال، هو بالنسبة له هو إشي جاي من السماء اللي واو، في إشي كتير حلو اللي كل كلمة وكل حرف وكل همسة وكل نظرة هي محسوبة على الممثل. يعني هلأ إحنا لسه بروفا هون، أو خلينا نقول تدريب على المسرحية، بس إن شاء الله راح تكون لما تكون مكتملة في وقت 14 تكون فيها الإضاءة وفيها الموسيقى جاهزة، وبيبقى الستيج بيبقى جاهز بالكامل، فإن شاء الله بتنبسطوا وإن شاء الله بيكون عرض كتير ممتاز، ونكون إحنا إن شاء الله نكون قد ثقتكم فينا.
إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة بعد أن عرضنا فيها أبرز ما حصل في العاصمة خلال أسبوع مضى، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل بأحداث ميدانية جديدة. محبتي لكم دينا دعنا من العاصمة المحتلة.